اطمأنت إليه هذه اللجنة بشكل واضح وصريح، أنه حتى المبالغ اللي تم دخولها النادي كتبرع تم تحويل الأموال النقد الأجنبي في المصرف الحكومي في البنك. بص يا أستاذ إبراهيم، عشان برضو إيه تبقى الناس واضحة، النادي الأهلي عنده حساب دولاري. فالفلوس اللي احنا خدناها دولار دخلت حسابات النادي الأهلي بالدولار. تمام. وظلت بالدولار، لم يتم تغييرها. تمام. الرقم اللي احنا ممكن احتاجنا الإدارة المالية أوصف بتغييره هو الريال السعودي مثلا، لأن أنت ما بتحتاجوش. فتم تحويله في البنك. الدولاري النادي الأهلي بيحتاجه في المدربين وفي التزامات، بيسدد التزامات بالدولار. تمام. فالمبالغ اللي بالدولار دخلت حسابات النادي بالدولار. تمام. اللجنة تتبعتها في كل الدفاتر، حتى امتزجت بأموال النادي، يعني امتزجت بأموال النادي بصورة لا يمكن فصلها، يعني فلوس التبرعات خلاص أصبحت جزء من مال النادي. ده فيما يخص الدولار. مسألة تغيير عملات أجنبية لعملات مصرية، ده ممكن تم بصورة دقيقة منظمة بسعر الصرف السائد داخل البنك الجهاز المصرفي بكل دقة فيما يخص مكافآت الموظفين والعمال، لأن الرقم بتاع مكافأة الدوري 1,830,000 دولار. اللعيبة خدوا مكافآتهم بالدولار، بقية الموظفين والعمال تم تغيير من البنك في ذات اليوم داخل النادي، وتم صرف مستحقاتهم بالجنيه المصري. وهذا المبلغ بالكامل كان من المستشار تركي للاعبين بشكل مباشر. اللاعبين وجه بصرف مكافآت للموظفين وللجهاد الإداري، وتم وضع جدول وبكشوف كل هذه الأمور النيابة العامة طلعت عليها. يضاف إليها ما منحه المستشار تركي الشيخ للكابتن عبد الله السعيد والكابتن أحمد فتحي على نحو شخصي مباشر. يعني دي مسألة اتحول من حسابه أو حد أحد من الشغالين معاه لعبد الله ولأحمد فتحي. كام النادي الأهلي برضه ملوش علاقة بالمسألة دي. واللجنة تأكدت من ده. أي منهما لم يقل لأن النادي الأهلي هو خد كام. أيوة. إنما المستشار تركي آل شيخ كان رئيس الشرف للنادي في هذا الوقت، وهو عايز اللاعب ده يستمر في النادي الأهلي أو عايز يجيب ده النادي الأهلي، فده تحويل شخصي لم يدخل حسابات النادي الأهلي. بشكل قاطع. نعم. واطمأنت اللجنة الخماسية رفعت المستوى إلى هذه الإجراءات بشكل كامل. طيب.